السلام عليكم. في موقع اسمه behuman.ai ده من حاجه جميله جدا، وهو ان انت عايز تبعت فيديو لعدد كبير جدا من العملاء بتاعك، وبيبقى فيديو يعني في اسمه. على سبيل المثال هقول له يوز تمبليت، في اكتر من تمبليت، خلينا مثلا نختار ديت واقول له يوز ذس. تمام، بيبدا يجيب لي الفيديو. اهم حاجه ان هو الفيديو بادئ بالاسم، فاقول له يوز ذس تمبليت. تمام، ونبدا بقى. عندي ثلاث طرق، ان انا ممكن اعمل ابلود لملف اكسل، او ان انا اربطه بقاعده بيانات، او بلانك سبريد شيت ملف اكسل فاضي وانا ابدا اكتب. And see if you've been taking the medicine. عمر. تمام، عبد الله، حسين، سليم. As instructed by your doctor. How are you feeling? Hi Salim. تمام، فهيبقى في فيديو، هقول له جنريت فيديو، في فيديو لكل واحد فيهم. عندنا اربع اشخاص، كل واحد فيهم هتعمل له فيديو، فتقدر تبعت لكل واحد فيديو يحس ان الفيديو ده معمول ليه هو مخصوص. ممكن مثلا بتبعت لكل واحد بمناسبه عيد ميلاده او بمناسبه معينه، فهو يجي له فيديو مخصص ليه، دي بيبقى ليها تاثير كويس جدا. فبيبدا يعمل لك الفيديوهات بالشكل دوت، بحيث تقدر تبعتها للعملاء او الاصدقاء او الموظفين. خلينا نسمع. هاي حسين، I just wanted to check in and see. فتحس ان هو فعلا فيديو قطعة واحدة، وان هو مش معمول بشكل الكتروني. تمام، دي هنا الصورة الصغيرة اللي انت عايز تحط الصورة. انا ده الرابط، وده عشان تعمل له داونلود.